السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سيف، ان شاء الله هعمل لكم ريكاب على محاضرة الكريستالين لينس وبداية الكاتاركت بسرعة شديدة. تعالتكم بالشفاء. ويلا، اول حاجة هي ايه اللينس؟ اللينس دي الاورجن بتاعها هو الاكتودير، تمام؟ ممكن تبصمجها بالسي بتاعت اكتو مع الكريستالين، تمام؟ الجروس اناتومي زي ما انت شايف هنا كده، هي باي كونفكس لينس. الجنرال دايمنشنز هي 10، دايمتر بتاع 10 مللي، تمام. و متاخدة زي ما تقول كده، متاخدة من دايرتين. فالدايرة الأولانية ليها راديوس 10 مللي، والدايرة التانية ليها راديوس 6 مللي. يبقى والناحية اللي ورا هي المور كيرفد، تمام. طيب السيركمفرنس ده هو اللي هو محيط الدايرة، بيقولك is known as equator، وبار رقم مهم 15 ل 18 دايمتر، تمام. طيب بتفضل تكبر معانا لغاية طول عمرنا، وتقريبا 85 مللي في الميلي جرام في لما نتولد، وبتبقى 258 مللي جرام لما بنوصل لغاية 80 سنة. السايت هي أولا هي قدام الفيتروس بودي، تمام، وورا الأيرس. يبقى اللي بينها وما بين الأيرس هو البوستيرو تشامبر، واللي بينها وبين الفيتروس بودي هو الريترو لينتال سبيس. طيب ماسكة في مكانها بإيه؟ ماسكة في مكانها بحاجة اسمها زنيولز أوف زين، دي عبارة عن ريتش فايبرلين فايبرز، ماسكة من ناحية العين عند السيلياري بودي كده، عشان هي اللي بتتحكم في الكونكافيتي والكونفكستي بتاعت ال أنا آسف الكونفكستي بتاعت اللينس. ومن عند اللينس عند الإكويتور كده، و والأنتيريور سيرفس. طيب المايكروسكوبيك بيكتشر 4 حاجات: كبسول وإبيثيليوم والفايبر. الكبسول ده بيتعمل من مين؟ بيتعمل من الإبيثيليوم، وهو عبارة عن ثيك كولاجينوس بيزمنت ممبرين من قدام خالص. انتيرور بارت بتاعه الثيكنس بتاعه 14 مايكرون، من ورا خالص 4 مايكرون، ومن الثيكست بارت هو البري اكواتوريال. الانتيرور خلي بالك، هي الانتيرور بري اكواتوريال كام؟ 21 مايكرون. وبالتالي ان انا عندي البوستيرور بول في الغالب هو اللي هيخش منه التوكسينز وكده. طيب فيها طبعا ابيثيليال سيلز عشان تنظم مرور ودخول وخروج الايه الايونز والموليكيولز. طيب نيجي للابيثيليوم. الابيثيليوم ده عبارة عن موجود بس فين؟ موجود في الانتيرور كبسول، وحتة كده بعد الاكويتور بنقسمه حتت سنترال وبري اكواتوريال واكواتوريال. وبيحصل حاجة مهمة جدا، ان هو كان هو زي ما قلت لك هو كيبويدال، هو سنجل لاير كيبويدال، بيبدأ يطول كده ويتحول ليه كولومنر عشان يعمل لينس فايبرز. وايه مهمة الابيثيليوم ده؟ زي ما قلت لك ان هو يعمل لينس كبسول، وان هو يرجليت الحركة من والى الايه اللينس فايبرز. طيب اللينس فايبرز دي هنقسمها حاجتين، حاجة بره وحاجة جوه. اللي بره الكورتكس اللي هي القشرة، وحاجة جوه اللي هي النيوكليوس، تبقى انشف شوية، تمام. طيب اللي بره دي بتبقى موجودة بعد sexual maturity، وبتبدأ انها نقسمها برضو لثلاث حتت: deep و intermediate و superficial. طيب النيوكليوس دي الفايبرز بتاعت الكورتكس دي بتبدأ تخش لجوه، فلما تخش لجوه تنضغط وتتحجر وتخسر ميه، فبالتالي تبقى انشف شوية، فبتعمل حاجة اسمها النيوكليوس. النيوكليوس دي انشف. طيب لكل واحدة منهم الريفراكتيف باور بتاعها، النيوكليوس بتبقى 1.4، لكن الريفراكتيف باور او الريفراكتيف اندكس، لكن الكبسول بيبقى 1.38 من 100. في حاجة اسمها سوتشرز. السوتشرز دي عبارة عن ايه؟ ان انت لما الفايبرز من الناحية اليمين تتقابل مع الفايبرز من الناحية الشمال، ما بيعملوش خط مستقيم كده، امال بيعملوا ايه؟ بيعملوا من انتيرو حرف واي، ومن البوستيرور انفيرتد وايد شيبت.
طيب نيجي نخش بعد كده لحاجة اسمها ميتابوليزم اوف لينس. الناس دي بتاكل ايه؟ بتاكل جلوكوز وجلوكوز بس، ماشي. وبتحرقه ازاي؟ بتحرقه بالانيروبيك اوكسيديشن. في حاجتين عاليين جدا، اول حاجة هي فيها الهايست كونتنت بتاع البروتين في البودي كله، تاني حاجة انها فيها هايست كونتنت من الانتي اوكسيدنت زي الجلوتاثيون والفيتامين سي عشان تحمي العين من الكاتاركت، ودول لو قالوا بيعملوا كاتاركت، وهقولها في اسباب الكاتاركت، تمام. طيب الفانكشن اوف لينس بسهوله كده شديده، الريفراكشن ان انا قلت لك هي مسؤوله عن 15 ل 18 من اصل 60، فهي مسؤوله عن 35% من التوتال ريفراكتيف بول. زي ما قلت لك فوق ان النيوكليس بتبقى 1.4، لكن الكبسول بيبقى 1.38، انا اسف، الكورتكس بتبقى 1.38 دايوبتر، انا اسف، ملهاش واحده اصلا. طيب تاني حاجة بروتكشن، أي حاجة هي محطوطة هنا عشان تحمي العين من اليو في لايت. اليو في لايت واحد من الأسباب اللي بتعمل لك كاتر، فأنا لازم أحمي العين منه. طيب خلينا نخش في تالت حاجة اللي هي لايت ترانسميشن والفاكتورز افكتنج لاين فاكتورز مينتيننج ترانسبيرسي. طيب هو أنا عشان أنقل الضوء لازم يعني الضوء يسقط على الماكله بتاعتي، لازم الدنيا قدامه تكون سالكه، ترانسبيرنس، ازاز شفاف، تمام. دي واحده من خصائص ال اللينس. طيب ايه بقى اللي بيساعد على كده؟ اربع حاجات، الدي هايدريشن، وان ما في عندكش ولا نو بلود فيسلز او نيرفز، وبالتالي هنا عندنا لو حصل ديمينيوشن اوف فيجن هيكون بينلس، تمام. طيب ان الفايبرز عندك ماشيه في ريجولر، مش عامله مثلا نتورك او متداخله في بعضها. اخر حاجه خالص ان انت ما عندكش ان انت عندك قصدي نسبه كبيره جدا من الانتي اوكسيدنتس وزي الجلوتاثيون. طيب وفي ناس بتقول لك ان مفيش اورجانز كمان في الفايبرز دي، برضو واحده من الحاجات لما الكيوبويدال سيلز دي بتتحول لكولومنر بتفقد الاورجانيلز بتاعها. اخر حاجه خالص بقى الاكومديشن، دي حاجه مهمه جدا اسمها هيلم هولتز ثيري. هيلم هولتز ده الراجل ده قال لك ايه؟ فاكر الزنيولز اوف زندي، تمام، والسيلياري بودي، انا قلت لك بتتحكم في ايه؟ بتتحكم في الكونفكستي بتاعه اللينز. طيب هو قال لك هنا ان انت لما بيحصل عايز تبص على حاجه قريبه، فالسيلياري ماسل دي بتكونتراكت، اللي هي دي السيلياري ماسل دي لما تكونتراكت تبدا تخش ناحيه جوه، تمام. لما تخش ناحيه جوه الزونيولز اوف زين دي تكشكش يعني تبقى معرجه، وبالتالي اللينس تاخد راحتها، مفيش حاجه شد عليها من بره، واخد بالك، وبالتالي الكيرفيتشر بتاع اللينس ده هيزيد، وتقدر ان انت توقع البارال لايت ريز ايا كانت بقى المسافه ما بينها، مسافه ما بين الاوبجكت والعين، توقعها على فين؟ على الماكله، تمام. طيب نيجي نخش بقى بعد كده في الكاتاركت. الكاتاركت زي ما كلنا عارفين هي المايه البيضاء. المايه البيضاء دي هي بتبقى عباره عن عتامه في عدسه العين، في منه انواع. طيب دي خلينا ناخده في الجنرال اول كده، بعد كده نبقى نخش في الانواع بتاعته. ايه هي الريسك فاكتور؟ 5S و2D. الاتنين دي هما الديفيشنسي في الفيتامين A و C و E اللي هما الانتي اوكسيدنتس والدي هايدريشن. طيب الخمسه اس بقى السينيلتي، السان لايت، والسموكينج، والسيستميك ديزيز زي الدايبيتس ميليتس، واهم حاجه من رايي الستيرويد. الستيرويد ده واحد من اهم الاسباب اللي بتعمل لك كدر. وفي اسوسيشن ما بين ان انت تبقى لونج تيرم، واحد من اللونج تيرم اصلا مانيفستيشن بتاع الستيرويد ستيرويد ثيرابي هو الكاتاركت، تمام. طيب في حاجات تانية زي بروتين ديتيريوريشن وميتابوليك ديستوربنس والتوكسينز واللوس اوف انتي اوكسيدنتس، وفي مشاكل في الممبرين بيرميابيليتي واكتيف ترانسبورت فيلير ولوس اوف اوزموتيك بريشر. طيب ثانية واحدة الأذان معلش، وهنكمل بعد بإذن الله. طيب خلينا نكمل. في كلاسيفيكيشن للكاتركت ده، هنقسمه حسب الايج، كونجنتال يبقى اكيد في حاجه في ولد صغير لسه مولود، انفنت سنتين، جوفينايل من 15 من 12 ل 15 سنه، بري سينايل بتبقى في الاخر، والسينايل يعني مع ناس كبار. المورفولوجي هتلاقي حاجات كابسولر، حاجات كورتكس في الكورتكس او حاجات في السب كابسولر،
وحاجات بوستيريور بولر، بس هو مش مكتوبة في الكتاب عندكم. تمام. طيب الستيتس عندك هتبقى نقسمه اماتيور وماتيور وهايبر ماتيور، وده مهم جدا طبعا في تصنيع الكادر. الاتيولوجي يا اما يبقى نوت اسوشيتد ويز سيستميك او اوكيولار ديزيز، او يبقى اسوشيتد ويز اوكيولار او سيستميك ديزيز. اشهر اسوشيشن هو دايابيتس ميليتس، واحده من الحاجات اللي كان بيعملها في اللينس هي الكاركتركت، الى جانب المانيفستيشن الثانيه زي الدايابيتك ريتينوباثي اللي انتوا اكيد ذاكرتوها في شابتر الريتن. طيب نخش بعد كده في الكونجينيتال كاتاركت، هو من الاخر كونجينيتال، يبقى هتبقى موجوده فين؟ هتبقى موجوده في سن صغيره، يا اما شورتلي افتر بيرث يا اما افتر بيرث على طول. طيب اسبابه، اشهر سبب ليه هو هيريديتري، وفي الحاله دي هلاقي بوزيتيف فاميلي هيستوري. طيب اسباب تانية زي انفكشن زي روبيلا والتوكسوبلازما والسايتومجالو فيروس، العيان يكون عنده ميتابوليك ديس اوردرز بيطلع انتي اوكسيدنتس في كميات رهيبه زي الجلاكتوزيميا والمانوزيميا واللوي سندروم، ان يكون في تراتو جينيستي، الام هنا بقى تبقى هي السبب، تعرضت ليه راديشن او تراتوجينيك دراج، او انه يكون عنده كروموزومال او انوميليز او سندروم زي ترايزومي في حاله الدول، والمارفان سندروم اللي هو الراجل اللي بيكون عنده مشاكل في الكولاجين، واحنا قلنا ان الكولاجين حوالين اللينس في كل ناحيه، فبالتالي اصلا عنده اللينس سبلكسيتد وبيجي له كاتراك. مهم، خلينا نكمل الكاركتر بتاعت بتاع دي. اول حاجه انا قلت لك ان الراجل ده طفل لسه صغير لسه مولود، فهو ما عندوش نيوكليس، ما عندوش نيوكليس، دي يعني هيبقى سوفت نيوكليس. فاكر انا قلت لك هي السكليروز او الهارد بارت من اللينس، فهو بالتالي هتبقى سوفت كاتر. طيب هل مثلا لو الام اتعرضت لدواء خدت دواء وراح دخل للطفل هيخش على عين واحده؟ لا طبعا هيخش على الاثنين، بس في بعض الحالات بتبقى يوني لاترال عشان التقسيمه بتاعت الكومبليكيشن قدام. تمام. طيب ستيشنري، الام اتعرضت ل مرض وبعد ما خدت بالها مثلا زي روبيلا وخدت بالها ان حصل لها رعش، راحت واخدت الدواء راحت خفت الحمد لله، فبالتالي الموضوع مش هيسوء عند الطفل. ليه؟ لان انا وقفت العدوى خلاص. طيب الكومبليكيشن بتاعت الكاتاركت الكونجنتال كاتاركت بالذات لو يوني لاترال، يعني المخ ما بياخدش معلومات من العين دي، هعرف نفسي ليه؟ هكنسلها، اعمل لها امبلوبيا، اعمل كسل العين وبعد كده اوقف العين دي خالص. سكوينت، يعني ايه سكوينت؟ يعني حاول خلاص المسلز هيحصل لها اتروفي، ليه ما بستخدمهاش بقى، ما بتروحش وتيجي مع النظر. تمام. طيب لو باي لاترال هيجي له حاجه اسمها نيستاجمس. نيستاجمس دي يعني ايه؟ يعني لقلقه العين. تمام. طيب نيجي ليه السي بي، ومهم جدا الصوره اللي قصادك دي، الولد ده هي بريزنت ليك بايه؟ بص شايف انت الراجل ده عنده ايه؟ عنده سكوينت في عين وعنده ليوكو كوريا، ليوكو ابيض، كوريا كورنيا، ماشي، بس هي السبب هنا مش كورنيا خالص، فبالتالي ليوكو كورنيا يعني وايت بيوبل. وايت بيوبل خلي بالك، وايت بيوبل ده في حاجه اسمها ديفرنشال ديجوز بتاع الوايت الوايت ريد ريفلكس. طيب خلينا ان دي الام هي اللي هتيجي تشتكي لك. طيب لو زميلك الدكتور بقى لازم نكون محنكين شويه، فهو هيقول لك انا والله الولد عنده وايت ريد ريفلكس. وايت ريد ريفلكس قلت لك ليها ديفرنشال دياجنوز، ابقى اعرفه بعد اذنك. طيب الاسسمنت، والله الهيستوري هتقول لام دي انت والله اتعرضتي لدواء، خدتي دراجز او اتعرضتي لراديشن مثلا او جالك انفكشن. طيب التشايلد ده هي طبعا هتبدا انها تلاحظ ال سلوك طفلها للضوء ايه هو. طيب خلينا نكمل الفيجوال فانكشن، هتعمل شويه كلينيكال تيست كده عشان تشوف السكوينت ده والنستجمس دول. طيب الكاتاركت دينستي، بص يا معلم انت عندك هنا في حاجات بتبقى مشكلها اخطر. اول حاجه ان بيكون نير البوستيرور كبسول. طيب تاني حاجه ان هو يكون اكزيال، يعني كميه اكتر من الضوء، هيعترض كميه اكبر من اشعاعات الضوء اللي داخله، واخد بالك؟ يعني عكس مثلا لما يكون كده هوريزونتال والضوء يخش كده. طيب بيك اكبر من 3 مليمتر. طيب خلينا بس نقول في حته كده في ازاي اسس ان الموضوع ده في حوار الفيجوال فانكشن، يعني ازاي اسس الكونجنتال كاتاركت ده. قال لك والله في حاجه اسمها فيكسيشن فولوينج، بتجيب كاركترستيك كاركتر زي ام مثلا وتخليه يشوفها وهي بتتحرك وتشوف هل هو بيتحرك عينه بتتحرك معاه ولا لا، بيراقبها يعني ولا لا. تمام.
البريفرنشال لوك ان هو بيحب يبص على الحاجات المخططه اكتر من الحاجات البيضاء. طيب في حاجه اسمها اوبتيك كايناتيك نستجمس، ان انا بحفز النستجمس ازاي؟ بان انا احرك قدامه كده حاجه بتقعد تلف قدامه كده، وبالتالي بيحصل اندكشن نستجمس. دي فيجوال ايفوكت بوتنشال، ان انا بحط الكترودز على مخه واعمل له ستيميوليشن واشوف هل المخ بتاعه استجاب ولا لا، اشوف من الاخر في استجابه يعني ولا لا. طيب خلينا في كام نقطه كمان كده زي الكاتريك مورفولوجي والمورفولوجي والسيستميك ديزيز، وال نخش بعد كده في البري اوبرتيف. الراجل ده هعمله انترا اوكولار لينس. طيب وهبص على الانتيريور سيجمنت بتاعه بالسليت لامب، وهبص على الفاندس. بس خلي بالك الراجل ده عنده ايه، عنده الكاتاركت ممكن يكون دنس يعني مش قادر اخش ابص على الفندس، فاعمل له هضطر اعمل له حاجه اسمها بيتا سكان، وده بيبقى عباره عن الترا ساوند. طيب اخر حاجه خالص لو هلبسه نظاره هعمل له بايومتري بحيث اشوف مقاس النظاره بتاعته، الانديكيشن بتاع السيرجري بتاع الشاب ده. طيب والله انا لسه قايل لك فوق، قلت لك لما يكون عندي اوباسيتي في السنتر و3 كبيره 3 مللي، ده طبعا لازم اخش اعمله. طيب تاني حاجة ان انا مش قادر ابص على الفندس الدنس كاتركت، مش قادر مش عارف اخش ابص على الفندس زي ما قلت لك، بعمل الترا ساوند بدخله عملية. في حاجة اسمها الكومبرومايزد فيكسيشن، وده بيديفلوب بعد شهرين من الولادة، وبالتالي هو انا خايف ان هو ما يديفلوبش الحاجة دي، لان هو لو ما اتعلمهاش مش هيتعلمها. تمام. حاجه كمان ان هو يكون عنده ستروبيزمس حول، تمام، وان الفيجوال اكيوتي تكون قليله جدا، تكون اقل من 6 على 24، ودي هيأسف قال في طفل كبير عشان اعرف اخد منه مقاس البايومتري. طيب هعمله السيرجري امتى؟ دي اهم حاجه هقسمها برضه يونيلاترال او بايلاترال. طيب لو يونيلاترال والفيجن افكتد اخاف عليه من الكومبليكيشن اللي قلت لك عليها اللي هي الامبلوبيا والسكوين، فاعمل له ايرلي سيرجري. لو لا مش هدخله عمليات خالص. طيب بايلاترال لو دنس هدخله برضه عمليات، لو بارشل هاجلها لمده سنتين. ليه؟ عشان مشاكل كتير بتاعت العمليات بتاعت البتاع دي. ايه سبب المشاكل دي؟ اول حاجه ان هو عنده سمول اي، ان هو عنده هارد تو دايليت بيوبل، بيوبل بتاعه قفش على طول، عنده السكليرا ريجيتيت بتاعه قليله، الفيترس مش سيمي سوليد، لا هو سوليد فعلا، الاستيك انتيرور كبسول. طيب فيك كوريكشن. طيب خلال السنتين دول هسيبه؟ لا مش هسيبه طبعا، هركب له نضاره. هعمله ايه لو اقل من 6 شهور؟ ويوني لاترال هلبسه كونتاكت لينس، والسبب لو انت مذاكر شابتر الايرو فيكشن هتكون عارف ان انا خايف عليه من الان ايزوكور. طيب لو باي لاترال هحط له جلاس. طيب لو اكتر من 6 شهور هحط له انترا اوكلر لينس، وعمل له اوكلوجن ثيرابي للعين اللي هي الامبلو. طيب ايه هي السيرجري اللي انا هعملها؟ ان انا هخش بالبروب بتاعي واقوم شافط البروب بتاعي واقوم شافط اللينس ماتيريال واقوم غاسل وخارج. وفي ناس كمان بتقول لك هعمل انتيرو فيتريكتومي او برايمري بوستيريور كابسوليكتومي. طب ليه سبب الموضوع ده؟ قال لك اول حاجه البوستيريور كابسوليكتومي في الغالب بيحصل عليه كالسيفيكيشن، فخاف سوري انا اسف اوباسيفيكيشن يعني اتعتم، فبالتالي اشيله كمان بقى بالمره ما دام احتمال ان هو يعتم قدام. تاني حاجه ان انت دي مخاطر بقى العمليه البروبلمز بتاعت البوست اوبريتيف، ان انت يكون تزود يحصل انفلاميشن او الانترا اوكولار لينس دي تتحول تبقى دي سنتريشن تتحرك من مكانها اصلا، او طبعا لو اتحرك في مكانها هيحصل difficulty في الريفراكشن مش هقدر اكسر الاشعاعات مظبوط. اخر حاجه خالص انه يحصل refractive correction and amblyopia. طيب اتمنى ان اكون عملت الموضوع بسرعه عشان تلحقوا تراجعوا. شكرا ودعواتكم. السلام عليكم.